العالم يتغير الآن، أصبح الآن هناك أنظمة تتغير في العالم الآن. أعتقد أنه هناك تشويش أو تشوش بخصوص هذا الأمر، لذلك لدينا كان هناك نظاما في الولايات المتحدة الأمريكية أنها قوة عظمى أو قوة غنية، ولذلك كان هذا النظام قائما. هذه الأشياء تغيرت الآن، ولذلك كان هناك نوع من التشوش بخصوص رأس المالية. رأس المالية كانت نظام لتخصيص الموارد، ولكن في الوقت نفسه هو محاولة الاحتفاظ بها حتى توفر فرص متكافئة وتوفير تخصيص المصادر، وتأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المختلفة للاقتصاد. لذلك نحن هذه اللحظة الآن نحن علينا أن نعيد الاعتبار والتفكير مرة أخرى. أقول أن أهم سؤال عندما نفكر في تخصيص الموارد التي نتعامل معها، نقول ما هي الكلفة وكيف لنا أن نحدد هذه الكلفة بكل طريقة ممكنة. وأعتقد من الذي يحدد هذه الكلفة، ومن الذي يحدد أيضا النظام العالمي، ما هي القيادة، كيف لنا أن نعمل سويا؟ لا، إذا لم نكن نعرف أن نعمل سويا فإن هذا النظام سوف يعاني من خلل بالغ. لذلك علينا أن نعرف تماما هذا الوضع. أعتقد أن هذه النقطة، وأعتقد أنه من المهم أن نحدد الآن من في منطقة الشرق الأوسط. ربما يكون هناك الكثير والكثير من الأموال المخصصة للتمويل. عندما أنظر إلى هذا الأمر أقول الإجابة على ذلك هي ريادة الأعمال والتقنية، لكي يكون لدينا عالما متكاملا متماسكا. وأيضا الابتكار والإبداع، أحد المزايا التي نراها في المملكة هي مواهب الشباب التي تأتي بأفكار عظيمة لريادة الأعمال وروح الابتكار التي نراها هنا في المملكة فيما يتعلق بالأفكار الجديدة والتقنية الموجودة في المملكة. ولكن هذا الأمر لابد أن يصب في مصلحة المجتمع بأسره، المجتمع بطريقة مؤثرة وبالغة.